أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أفادت مصادر مطلعة بوزارة النفط في العراق أن الوزارة تقترب من إبرام اتفاق مع شركتي النفط العالميتين بريتش بتروليوم البريطانية وإيني الإيطالية بشأن مشروع خط أنابيب مخصص للتصدير. كان من المخطط أن يكون جزءا من صفقة مع شركة إكسون موبيل الأمريكية. وقالت المصادر أنه بموجب اتفاق مقترح بقيمة 400 مليون دولار ستقوم شركة بريتش بتروليوم وإيني ببناء خطي أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن سبب سحب المشروع من شركة إكسون موبيل يعود إلى خلافات تعاقدية ومخاوف بشأن الأوضاع الأمنية. أطلق مصرف الرافدين دفعة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين 5 و25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية. وقال المصرف إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 9000 موظف تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية. وأوضح المصرف أن صرف تلك السلفة تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. تجدر الإشارة إلى أن شبهات فساد شابت ملف توزيع سلف الموظفين التي تمت عن طريق استخدام بطاقة الكي كارد الإلكترونية. كشفت هيئة النزاهة عن قيامها بضبط عدد من موظفي دائرة صحة محافظة نينوى، وأرجعت الهيئة سبب ضبط المتهمين إلى إحداثهم عمدا ضررا بالمال العام، مبينة قيامهم بشراء أدوية وتوزيعها بصورة مخالفة للقانون. وأشارت الهيئة إلى أن الموظفين المضبوطين هم 6 موظفين من أعضاء لجنة المشتريات قاموا بشراء أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 400 مليون دينار عراقي وإدخالها مخزنيا وتوزيعها على المؤسسات الصحية دون تنظيم عقود. قالت وزارة المالية في العراق أنها أطلقت أكثر من 1,134 مليار دينار عراقي من مستحقات محافظة البصرة حتى مطلع شهر آب الجاري. وأضافت الوزارة أن إطلاق تلك التخصيصات يأتي لدعم وتطوير هذه المحافظة وللنهوض بالواقع الخدمي والاستثماري. يذكر أن الواقع الخدمي في المحافظة منهار بحسب الأهالي التي خرجت في تظاهرات مستمرة منذ ما يقارب العام احتجاجا على الواقع الخدمي المتردي وانهيار البنى التحتية في ظل انعدام كامل للمشاريع التي تستوعب الطاقات العاملة من أبناء البصرة. قالت مصادر صحفية أن بعض الجهات المتنفذة تحاول هدم إعدادية الخنساء بمحافظة بابل. وأرجعت المصادر رغبة تلك الجهات في هدم المدرسة إلى استثمار أرضها في مشروع تجاري بذريعة أن الأرض ليست ملكا لوزارة التربية. وبحسب نفس المصادر فإن فكرة الاستثمار واستخدام النفوذ السياسي لم يهدد إعدادية الخنساء وحدها فحسب، بل ثمة مدارس وأبنية حكومية أخرى مهددة بالهدم أيضا بذرائع مختلفة طبعا، والهدف هو التربح من وراء الأراضي الخدمية في المحافظة على حساب الفقراء. من جهتها أكدت لجنة التربية في بابل أن المحافظة بحاجة ماسة إلى أكثر من 600 مدرسة، وأن هدم أي مدرسة هو هدم للعملية التربوية في بابل. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.